حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. العرب بيكبر يا سليم وبيضغط هنا على بعض المراكز بتاعت الابس. هي يا دكتور، ده انا مكلمك وقايل لك ان ابويا جاي معايا وعايزك تطمنه. يا اخي انا ما صدقت ان في حد جه معاك، يمكن يعقلك ولا حاجه. شوف حضرتك، الورم الفتره اللي فاتت كان بينمو بصوره بطيئه، وده طبعا في مصلحه سليم لحد دلوقتي، بس التاخير في قرار العمليه والوضع اللي انا شايفه في الاشعه ده ما يطمنش، في خطوره حقيقيه عليه. هو اللي فاهمه ان العمليه هتأثر على النظر وعلى الكلام، لان الورم ضاغط على مراكز الابصار والنطق، مش كده برضه؟ بالظبط. العمليه ليها اعراض جانبيه، ده اكيد، بس برضه لازم سليم يكمل علاجه بجلسات الاشعاع. انت ما بيحصلكش نوبات زي اللي حصلت قبل كده؟ لا ما حصلش. وانا بصراحه يا دكتور مش جاي اتكلم في تفاصيل العمليه، انا عايز ابويا يطمن ان انا باجي لك وبتابع معاك، وديك شفت بنفسك. طيب ما دام جيت اسمع الدكتور للاخر، خصوصا الاشعه بتقول ان الحاله بتتاخر يعني. لا ده انا اللي هتاخر. لو عايز تسمع خليك، انا هتحرك. ايه ده؟ معلش انا اسف يا دكتور، اتفضل كمل. انا برضو زنانه. طيب ماشي. طب انجز، انت فين؟ لا اصل انا زهقانه وعايزه انزل الصراحه. لا سارة وعليا رايحين مشوار متعب كده، وماما وزوزو نزلوا. يا سيدي انا بتلكك عشان تخرجني، بألف قصص. تمام، مبسوط كده؟ طب ايه، هتخرجني بقى ولا ايه؟ مش تمام، مستنياك. يخرب بيت كده يا بنتي، كفايه. بص بقى في الموبايل، خيلتيني. انا مش فاهمه يعني، والنص ساعه قالت ان قدامها ربع ساعه. علي انا خدت جاكيت من بتوعك، كل الجاكيتس بتوعي وسعوا عليا، لازم اجيب حاجات جديده. انت جايه معانا؟ لا انا نازله مع سليم.
يا سبحان الله، مش كنت تعبانه ومش قادره تنزلي معانا، ومشاهد اللي دبستينا فيها ودلوقتي قادره تنزلي مع سليم؟ اه طبعا، لان سليم ده حاجه تفتح النفس كده، مز. لكن بوزك الاخص ده يقطع الخميره من البيت. يا بنتي انتوا رايحين مشوار هيفرهدني، انا مش بتاعت مولات والحاجات دي، انا وسليم جوز عيانين، هننزل نشرب حاجه ونرجع على طول. فين المفتاح؟ معايا. شكلك امور قوي. كبير. تسوقي كمان؟ زمان لما تعرف هتموتك. اسمها لو عرفت. لو مش لما. مين اللي هيقولها؟ الفاسلة طبعا. سلام. لا مش حالة. ده يا بنتي شكله عادي، وبعدين بصي مش مظبوط واسع من هنا كده. واسع ايه؟ البنت رايحة تعمل انترفيو في بنك مش في كباريه. بقولك انتي وهي، انا اصلا البتاع ده مش عاجبني ومش داخل دماغي خالص. انا بفكر بقى في البنطلون الكحلي. الله، مش قلتي ان هو مش عاجبك؟ هيعجبني. بصي انا بفكر اخد عليه الجاكيت البني ده، بس هو لارج. بقولك يلا تدوري لي بقى على السمون وتجيبه لي، اوكي؟ وتيجي تاخدي مني البتاع ده. يلا بسرعه يا لولو. انا مش مصدقه نفسي. انا رايي كمان ان انت بقى ترتبي المكان وتسيقي البلاط. يلا بقى بسرعه يا لولو. لا هو انت دمك مش خفيفه على فكره. كويس قوي ان شادي جاي من هنا، بقاله كام يوم قافل على نفسه. معاد عمليته قرب، من حقه يخاف طبعا. هاي ايه اللي واخد عقلي؟ لا انا سرحت في موضوع شادي ده. يعني انا ببقى زعلانه لما بشوف شكلي من غير شعر، وانا عارفه انه راجع ان شاء الله بعد العلاج. فاهمه يعني ايه حته من جسمك تروح منك كده؟ دي حاجه مش سهله ابدا. تخيل ان شادي قافل على نفسه تماما، وان سليم رافض يعمل العمليه. فاهمه؟ اه. وبعدين مفيش حاجه يا معلم، انا بس بقالي يومين ما نمتش، خايف عليك وبصراحه كده مكسوف منك. مكسوف ليه يا هشام؟ ما تكبرش الموضوع. هو موضوع مرضك ده مش موضوع كبير. انا الفتره اللي فاتت دي جت شويه افكار زباله عنك في دماغي. انا قاعد معاك ومش عارف ابص لك في عينيك يا هشام. انت ما كنتش عارف، وانا اللي عملت معاك كان سخيف. انا كنت مصر ان محدش يعرف. يعني عندك حق انك تزعل مني. ايوه بس انا ما كنت زعلان منك، انا كان زعل عليك. انا اكتر واحد عارف اهميه المشروع ده بالنسبه لك. لقيتك مره واحده بتقول لي مش عايز اكمل. تمام، طول عمرك اجدع صحابي. جت فتره كده ما كنتش طايق تشوفني، ما فهمتش. على فكره انا مش جاي الومك، انت المفروض من نفسي افهم ان في حاجه واحاول اقف جنبك. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ أنا مش عايزك توقف كده. أنا عايزك تتعامل معايا كأنك مش عارف حاجة خالص. أنا عايز أحس وأعيش كأن مفيش حاجة اتغيرت. مفيش حاجة اتغيرت إزاي بقى؟ يا سيدي فيه، بس أنا عايز أحس إن مفيش. ما عنديش أي مانع، بس أنا عندي شرط. لو حسيت أبقى أنا أول واحد يعرف. ما تبصليش كده. متفقين؟ مش سامع. متفقين يا عم؟ والله متفقين. تزعلي ليه يا عم؟ يلا سلام. تسلم يا حبيبي. طب انا هستأذنكم. طيب خد بالك. تمام والله. ده بقى اللي مقرف، لكن سو والعروسه المرهبه مش مقرفين. يا سلام. ليه يا ساره؟ انت اللي قلبك خف من الفرجه على الكرتون مع زياد بس. ها، هو اللي زي زياد ده بيتفرج على الكرتون؟ انا يا بنتي اللي بتفرج على الكرتون. ده بيتفرج على ديسكفري شانل وناشونال جيوغرافيك. انا امي بقى تترعب قوي من افلام الرعب. اول ما نقعد نتفرج على فيلم رعب تقعد تستخبى فيا كده وتقول لي يا لهوي مش عارفه ايه، وفي الاخر اقول لها طب خشي نامي مفيش فايده، قاعده برضه. ايوه يا بنتي، انا ماما بتعمل نفس الحاجه بالظبط. نكون بنتفرج على فيلم عادي جدا، وفجاه هو اتقتل ما اتقتلش، من قاعده بتفرج معاكي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ شهد، اما تبعتي لي كده اسماء الشركات اللي انت بعت لهم علشان يشغلوكي يعني. اوكي ماشي، اول ما اروح البيت هبعتهولك. مش هيكلموكي. انت ساره قبل ما تعدي مرحله الانترفيو لازم تعدي على مرحله الفلتره، وانت السي في بتاعك كله ما فيهوش غير اسمك وشغلانه اشتغلتيها لمده سنه مثلا من ايام سيدنا نوح. في حد مصلتك عليا يا فاسله انت؟ والله العظيم لا، انا بنصحك بس. انا شايفه تاخدي فلوس من انكل سليمان وتفتحي مشروع او تشوف لك واسطه. ساره طب ما تدوري على شغلانه بسيطه في الاول كده. يا حبيبتي ما انا عايزه اشتغل حاجه بسيطه. انت شايفاني يعني عايزه ابقى رئيس مجلس اداره؟
مش قصدي يعني، انا قصدي ان انت ممكن تشتغلي في شركه صغيره مش كبيره. يعني انا كمان يومين عندي شغل في شركه كده بتاعه بيع شاليهات. تايم شير يعني؟ بالظبط، هي مش حاجه عظيمه قوي بس يعني خبره جديده عليا اجرب موضوع الشراء والبيع دوت، اول مره اعمل كده وكمان فلوسها حلوه. جربي كده يا ساره. فعلا ما تعملي كده يا ساره. ايه ده انا؟ لا طبعا مش هينفع، مش قصدي حاجه يعني، بس انا ما اعرفش اشتغل شغلانه زي دي وما احبش اشتغل شغلانه زي دي. لا كان عندك حق، لازم اتكلم معاها. انا دايما عندي حق. لا لا مش كده مش كده مش كده، راح. طب هنعمل ايه؟ لا احنا يا دوبك نروح، انا ماما كلمتني ثلاث مرات. لا 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 دي سندريلا كانت بترجع بيتها الساعه 12. سندريلا ما كانش عندها كانسر. بصي يا ايمان، انا سمعت كلامك وكلمت هشام وجهت. حصل. انت هتروجي امتى؟ هقول لك بس ما يوزع. انت عملتي حاجة آخر مرة وبسطتك؟ بفكر. استنى. لا لا طالما بتفكري يعني مش امبارح ولا أول امبارح ولا الأسبوع اللي فات. لما عالية. لا 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 لا, لا, لا مش عالية. حاجة عملتيها لنفسك، مش حد جابها لك ولا عاملها لك، حاجة عملتيها لنفسك عشان تبسطي نفسك. أنا مش عارفة أصلاً أفكر في حاجة غير إن أنا أبقى كويسة، دي الحاجة الوحيدة اللي هتبسطني. أنا كل حاجة في حياتي باظت بسبب تعبي. أمينة اللي باظ باظ، خلينا نفكر في دلوقتي. أنت بتتعاملي مع المرض كأنه موت مؤقت، مش هتعرفي تعيشي إلا ما يخلص. ربنا اديكي فرصة دلوقتي إنك تعيشي من غير حسابات، من غير توقعات، من غير ليه دلوقتي ومعلش خليها بعدين. أقول لك على حاجة بس ما تتريقش. لا احلف. أحلف على إيه؟ ده أنا لا حياتي ولا حياتك مضمونين. عارف لما هبة جت تسافر انا قعدت افكر، هو انا ليه مش عارفه اتبسط زيهم كده؟ والطاقه في دماغي حاجه اعملها وابقى فريش واحاول اتبسط، ولما اتعب اوقف مش افضل موقفه حياتي عشان خايفه اتعب. انا عايزه اتبسط، مش عايزه، بس انا ما بعرفش اتبسط كده يا سليم. ده مش انا. انا ببسط لما ببقى عارفه الحاجه هتتعمل ازاي وامتى وخطط لها كويس، ان انا ابقى ريشه في هوا والدنيا تاخدني وتوديني واعيش اللحظه بلحظتها. مش انا، مش شخصيتي، مش انا. تبقي عارفه انت عايزه ايه، بس حلو برضو انك تفاجئي نفسك وتفاجئي الدنيا بحاجه تعمليها بره الخطه، بيبقى ليها طعم تاني. مش هقولك انه احلى بس مختلف. بندور على حاجه تدينا كاركتر ولا عايزين حاجه بيرسوناليتي اكتر؟ ولا كاركتر ولا حاجه، انا هاخد دي. سوكي. هو الكالر ده اكتر كالر صح عليكي اصلا، فاحنا نعرف القصه. عايزين طويل مثلا ولا قصير؟ اجرب الاثنين. ثانيه واحده. الحاله اللي عند الدكتور عادل هتخرج وحضرتك هتخش على طول. ماشي. والله جبت باور بانك مخصوص علشان اكلمك. خفت لا تقلقي عليا تقولي اتخطفت ولا حاجه. حاضر هسلم لك عليه حبيبتي. اوكي يلا باي باي. معلش ممكن طلب سخيف شويه؟ لا محتاج بس الباور بانك عشان اشحن موبايلي، محتاج اعمل مكالمه دقيقتين.
ايوه بقول لك انا لسه مكلم مليجي دلوقتي. الايميل اتبعت وكل حاجه بس ما فيهوش صور. لا ما اعتقد لسه في اماكن فاضيه في الشغل. خليه بس يبعت السي في بتاعه وهم هيشوفوا. فاضل كام يوم؟ ماشي يلا. باي 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 باي. متشكر. طيب مش محتاجانا دلوقتي موبايلي شحن حبه حلوين ممكن تشحن بيه شويه. لا متشكر خلاص خلصت المكالمه. متشكر. معلش يعني ممكن اسال سؤال بس بصراحه خايفه يعني لا تقول عليا كنت راميه وداني. لا لا خالص اتفضلي. كنت سامعاك بتتكلم في التليفون عن توظيف وحاجات زي كده يعني بتشتغل في شركه توظيف؟ لا بشتغل في شركه عقارات. هي اسفه فهمت غلط. انت بتدوري على شغل؟ في مجال ايه؟ يعني هو مش مجال معين يعني انا خبرتي كلها خدمه العملاء. بدور بقى دلوقتي بشكل عام يعني. بص انا مش شغال في الاتش ار عندنا في الشركه بس ممكن اديكي الايميل بتاعهم وهم عندهم اماكن فاضيه في الشغل كتير فممكن تبعت لهم السي في بتاعك ويرد عليكي. طيب يا ريت. اتفضل. اتفضل حضرتك الدكتور مستنيك جوه. حاضر. ميرسي جدا. الف سلامه. الله يسلمك. هو ده اللي مش هتأخر؟ حلو، ايه اللي خلاكي تغير؟ عادي قلت اغير يعني. حلو؟ شكلك تحفة بجد؟ والله العظيم. حدش ضايقك؟ حد قال لك حاجة؟ ما حدش ضايقني يا نوني مفيش حاجة، أنا بس عمري ما جربت الشعر الطويل فقلت ليه لأ؟ هي فرصة. برافو يا ماينو، بجد. شكلك يجنن. استني انا هروح افتح الباب واسخن لك حاجه تاكليها. اوعي تكوني اكلتي بره. لا ما اكلتش بره، انا قلت لسليم ممنوع اكل بره باوامر عليا. بجد حلو؟ يا سلام. هاي هاي يا ما شاء الله الباروكة طولت. لا برافو والله زمان. ايه ده؟ ابدا اصل انا رايحه مع زوزي بكره المدرسه علشان اتكلم على شغلي واشرحه بقى وكده والولد يتفشخر قدام زملائه فطلعته من الدولاب ووديته للتنظيف وقلت اعمل مفاجاه. شغل ايه ام الشغل انت؟ ده انا ما كنتش فكرتك امبارح كنت نسيتي اصلا. كنت انت يا فاسله انت تفهمي ايه؟ شكله جه بجد؟ اه. اهلا. لو يا حبيبي سربرايز. استنى. يوجد على متن هذه الطائره 6 مخارج للطوارئ في الامام على الجانبين في الخلف. هشرفك. حلو قوي قوي قوي. وقالت لي انك عاملاها مناح ورحتيش معاه؟ واروح معاه ليه؟ مش هتحسر على نفسي واشوف ابني وهو فرحان بابوه مكسوف مني؟ لا مستعر خليها مستعر لزوم الافوره يا اوفر. ايه المشكله؟ مش فاهم. وعلى فكره لو كنت متجوزه شريف برضو كان هيختار انه يروح مع ابوه عشان ابوه طيار وكل الولاد اللي بسنه عايزين يبقوا طيارين وكل الولاد اللي بسنه جايبين ابهات مش امهات عشان الامهات كلها فقر زيك. ما تقعديش بقى تقولي لي مكسوف ومش مكسوف. انا اللي مكسوفه. من ايه؟ من نفسي. انا ايه؟ ايه ايه؟ انا اقدر اعمل ايه ولا حتى عايز اعمل ايه؟ على راي علي عايشه في دور الست المضيفه وانا بقالي أكتر من 10 سنين ما شمتهاش ولما نزلت علشان أدور على شغل ما لقيتش حاجة ولا عارفة أروح في حتة عشان أنا ما أعرفش أعمل حاجة خالص في الدنيا دي. ما أعرفش أعمل حاجة وفاشلة. ما تقوليش كده. إيه يا سارة؟ أنت
انتي مش فاشله يا بنتي. طب ما تشتغلي وتتعلمي حاجه جديده. ومين؟ مين اللي هيستحمل ان هو يعلمني من اول وجديد؟ مين؟ مليون شغلانه، مليون شغلانه مش محتاجه خبره. انتي لما اشتغلتي مضيفه انتي كان عندك خبره؟ لا. طيب بس كان عندي وقت، كان عندي عمر، وكان عندي احلام ورديه كلها ضاعت في الاسفلت. شنو فشل؟ انت لسه عندك وقت على فكره. ومين العيان هنا؟ انا عايز اعرف. طب انا اقول ايه؟ عندك وقت وعندك كل حاجه. طب ما ترجعي تاني وتفكري كده عايز تعملي ايه. ده انت عندك فرصه، ما عندك فرصه تبتدي من الاول خالص يا ساره. فكري احلامي، عايز تعملي ايه؟ مش عارفه، اكيد مش هتشخلع زي اختك يعني واروح ارقص الزومبي بتاعتها. زومبي زومبي. طب انت بتقولي فيها؟ يلا قومي ونروح لها. يا شيخه طز فيك انت كمان. يا شيخه قومي بقى، بتخلي نفد. اتفضلي يا اختي، ان شاء الله وان شاء اللهتينا معاكي. اسكتي هتفضحينا. انا فضحت هبه وسليم في دهشور بجد. هو احنا مش هنشوف سليم تاني ولا ايه؟ ايوه انا هشوفه بعد ما نخلص هنا. خساره عليكي. طب مش كنتي تقوليها عشان كنت البس حاجه عدله؟ ومين قالك ان انت جايه معانا؟ انت مروحه مع عليا اصلا. انا مش مروحه البيت اصلا. في الصوت يا جماعه. احكيلكوا على ايه؟ بلاش استعبط يا لولو. أمينة لو سمحت سيبيني أركز. اتفضلي يا حبيبتي ركزي، أنت فعلا بتعملي حاجة مهمة أوي. فاكرة نفسها داخلة الأولمبياد. هو أنت ليه محسسني إن أنا كنت أمنا الغولة قبل كده؟ لا لا لا، أنت كنت حلوة ودلوقتي حلوة، بس شعرك كده حلو جدا. خطير خطير. لا انت لو عايز خطير انا ممكن اوريك الزلابطه المتفجره الانوثه بتاعتي. خطيره دي بقى اللي خطيره بجد. طيب فكرتي في اللي اتكلمنا فيه؟ ايوه بس صعب قوي يا سليم، يعني كل ما تطق في دماغي فكره اعملها ده مستحيل يعني. مفيش حد كده. ماشي، طب نفكر في حاجه ثانيه. في سؤال عايز تعرفي اجابته؟ يعني سؤال كان نفسك تعرفي اجابته بس ما كانتش في فرصه انك تساليه. اي حاجه. مش عارف، اكيد في. طيب ادينا واحد من دول. مش عارفه، ما فيش حاجه مهمه قوي يعني، مفيش في دماغي. يا امينه مش لازم تكون حاجه مهمه، اي حاجه هبل. ده مش بزنس ميتنج على فكره. مش عارفه، طالما سهله قوي ما تقول انت. لا انا عندي اجابات لكل الاسئله. يا سلام. ثقة. ثقة. عمياء. عمياء. ما شاء الله ما شاء الله. أنا لا، أنا لو شكة 1% إن الرد ممكن يضايقني مش هسأل السؤال أصلاً. طبعاً لازم تفكري وتخططي. زي ما تفكري دلوقتي. بص تفكري كتير. متأفورش، مش للدرجات دي يعني. ماشي خلاص هساعدك. طيب لو تديني السؤال أوعدك إني أساعدك تجيبي الإجابة. انت بتتحداني. هتفكري كتير. وليد محمود عبد الحي. ايه؟ وليد محمود عبد الحي. مين ده؟ ده اول واحد كنت معجبه بيه زمان. نعم. كنا في ثانوي وكنا في نفس النادي، وساره قعدت تقول لي كتير روحي قولي له يا بنتي، روحي قولي له وانت عامله زي العسكري كده، ده انا شاكه ان هو كمان معجب بيكي. وعمري طبعا ما رحت قلت له. وبعدين فجاه عزل بقى ولا سافر، بس بطل يجي النادي بعد النتائج، وعمري ما عرفت اذا كان هو كمان كان معجب بيا ولا لا. اتفضل. اتفضل ايه؟ انت مجنونه؟ اتفضل جاوب لي على السؤال ده. لا والله. طبعا مش وعدتني. انا دلوقتي اروح ادور على اسمه ايه ده. وليد محمود عبد الحي. وليد محمود عبد. يا سلام، يعني واقول له ان امينه كانت معجبه بيك من 15 سنه. ودلوقتي عايزه تعرف احساسك كان ايه وقتها. واو برافو. الله، في ايه يا سليم؟ مش انت بتاع كل ما تطق في دماغك حاجه اعمليها وثقه وعمية؟ انا قلت كده. ورينا بقى يا عم الثقه. الظرف ده فيه الوصولات بتاعت الحاجه باسعارها.
أنا اتفقت معاه إن الحاجة اللي عايز ياخدها يحط فلوسها في حسابكم في البنك. الحقيقة بقى بالنسبة للشبكة هو ما كانش عايز إن هو أمينة كانت عايزة ترجع له الشبكة من الأول. عادل، البنت وكلتك تتكلم بالنيابة عنها، هي مش عايزة تشوفه تاني، وطبيعي يعني إنها ما تحتفظش بالهدايا بتاعته. ميرسي يا عادل قوي دعمك معانا. ولا على تعب ولا حاجة. أنا شايف إن كده أحسن، إن كل حاجة تمت بعيد عن البيت وإن أمينة مش موجودة عشان هي كمان ما تتوترش. دلوقتي عمر قال لي إن الشنطة دي أمانة أوصلها لأمينة، بيقول إن فيها شوية هدوم وشوية رفايح. أنا مش عارف عايزة تعملي بيها إيه، عايزة تديها لها ولا عايزة تشيليها ولا أنا هشيلها طبعًا، أنا مش عايزة البنت تتحصر. ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا لا يا حبيبتي مفيش حاجه خالص، جيتي بدري يعني. لقيت نفسي تعبانه شويه فقلت هروح اريح بدل ما اروح ليومين ثلاثه المستشفى. وهي المستشفى جت لحد عندك؟ ازاي حضرتك يا انكل؟ تمام. هاي شهد ازيك؟ لا يا بنتي اطمني احنا كويسين مفيش اي حاجه. انا بس كنت عايزه اسالك على الناس بتوع التايم شير، لسه محتاجين موظفين؟ في ايه؟ متوتره. متوتره؟ طب اهو فين؟ اهو. ايه ده؟ ياه. لا 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 هنا لا لا هستنيك هنا. يلا اتفضلي. استنيني هنا. ايه البيعه دي؟ بيعتي انا عملت اللي عليا، جبت لحد هنا دلوقتي، عايزه تسالي السؤال تعرفي الاجابه براحتك، اتفضلي. لا 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 انا غيرت رايي وعايزه امشي. يلا تروحي فين؟ هروح بقى اروح يا سيدي. ايه المشكله؟ احراج قوي. احراج؟ اه. مش عايزه تعرفي الاجابه؟ مش ده تحدي؟ اتفضل. اتفضل. ايه ده وليد؟ وليد عبد الحي؟ ايوه. مش عارفه مش عارفه هتفتكرني ولا لا. امينه الشماع. النادي المعادي. ثانوي. يا نهار ابيض امينه. طبعا فاكرك. ازيك؟ ازيك انت؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. اتفضلي اخبارك ايه؟ ميرسي. انت تمام كويسه؟ انا تمام الحمد لله تمام. صوتها غريبه قوي. هي صدفة، هي صدفة طبعاً، هي صدفة غريبة جداً طبعاً. وانت عامل ايه؟ أنا تمام الحمد لله، لسه راجع من الكويت بقالي سنتين. وبشتغل جرافيك ديزاينر. ما شاء الله. تمام. وخطبت الحمد لله. ده مبروك. تمام. الله يبارك فيك. وهتجوز كمان شهر بالظبط. مبروك مبروك. أنا كمان فرحي كان كمان شهر. كان؟ أنا عيد فالخطوبة اتفسخت. ما هو أصله كان اتخض شوية. ف وانت عامل ايه؟ وبعدين؟ عايزين ايه؟ استنى بس عشان انا مش مصدقة الموقف. انت عارف اكتر حاجة تغيظ ايه بقى؟ ايه؟ ان هو كمان كان معجب بيا. معجب بيكي؟ ليه؟ كان معجب بيا وكان حاسس ان انا هسكه، فما كانش عايز يقول لغاية ما انا افتح له الباب يعني. سبحان الله. يا سلام. طب هو اتغير ولا زي ما انت فاكراه؟ لا شوف هو اتعامل مع الموضوع بمنتهى اللذاذة، ما وترنيش خالص. يا سلام يا سلام. ما كانش موتر خالص. كويس. بس سبحان الله يعني تحس كده ان الحاجة اللي كانت شداني دي ما بقتش موجودة. يمكن
ممكن بقى انا اتغيرت هو اتغير، بس لا لا ما كانش ينفع نبقى حاجه غير صحاب. طيب بس برضو بسال نفسي لو كنت قلت له ساعتها كان هيحصل ايه؟ حياتي هتختلف. يمكن ما كنتيش تعرفت عليا مثلا. طب ودلوقتي حصل ايه؟ ولا حاجه. ولا اي حاجه. ما حصلش حاجة، يعني أنا كنت هعمل على نفسي من كتر الإحراج طبعاً، بس غير كده ما حسيتش إن في حاجة كبيرة حصلت. ورديت على سؤال كان محيرني لمدة سنين. فعلاً عندك حق، إيه أوحش حاجة كان ممكن تحصل يعني؟ أوحش حاجة إن إحنا ما نعرفش الإجابة للسؤال. نفضل نسأل نفسنا لو أو بس. صح. اللي بعده. اللي بعده. تقدر تدور لي بقى على مدرس فيزياء كان عندي؟ طب بجد كان معجبة بيه برضه؟ ولا هو معجب بيكي؟ يعني يعني روح العب انت قاعدة بتعملي ايه؟ حسن! يا حسن! اتأخرت ليه يا بنت انت؟ أنا لما رحت جبت الهدية. زياد زوزي. أنت بقى زياد؟ إزاي؟ الحمد لله. يا بنت اللذينة، فكرت فيها إزاي دي؟ عيب عليك. ليلى ليلى تعالي. كل سنه وانت طيبه يا لولو. طيبه ثانك يو. بقول لك ايه؟ تعالي ناخد صوره. لو سمحت ممكن تصورنا؟ شفتي ماما ليلى جابت لها ايه؟ يا أميرة سيلا ليفرا سبيلز. أوكي. إيه زعلانة قوي ولا إيه؟ قالك إن عايزة تروح. لا امشي انا احسن. طيب للدرجه دي يا عليا؟ خلاص هلم الليله دي وهروح، مش مستاهله بقى. طيب باي. اكلمك بالليل ننزل مع بعض. اتفضل هديه ليلى. زياد زياد ايه انت بتعمليه ده؟ ليه يا ماما؟ ليه قطعت عليا المديتيشن؟ مديتيشن ايه؟ ده يجيب لك حساسية. ده حساسية ايه بس يا ماما؟ ده انا محتاجاها جدا اليومين دول. هي الصرمحة مع سليم ملهاش اخر يا عم الجامد. انت كنت معايا النهارده؟ هي امك عارفه منه هي كمان ولا ايه؟ من ساعه ما عرفت ان هو مش بيتعالج وهي لما بتيجي سيرته بيركبها 100 عفريت. اتبطي بقى. اتبطيت خلاص ماشي. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ اصل عليا خدت زوزي وقال ايه راحت بيه عيد ميلاد، مفيش ساعه كده ورجعت وهي قلبه وشها. بسك عليه بقى، عرفنا ايه العبور. طب بقول لك ايه انت؟ ايه؟ ممكن تشيلي الشنطه دي وتحطيها فوق الدولاب؟ اصل الصراحه انا دايخه وخايفه اقع. انا قلت كده برضه. حاضر. انت بتتريقي؟ لا يا حبيبتي بتكلم جد. لا النفط. يا زوز ايه؟ بقى في اسرار بينك وبين عليا من ورايا ولا ايه؟ لو كان في كنت اقول لك، بس ما قلتش اقول لماما. يا جبان انا سامعاك. طب لا هو عنده حق على فكره، هو لو في سر مش المفروض يقوله خالص. بس هي عليا ما قالتلكش انه سر صح؟ صح. ايه اللي حصل بقى؟ أنا مش قادر أفهم أنت عايزاني أعمل إيه بالظبط؟ عايزاك تكلمها وتعقلها تبعد عنها. ده على أساس إيه؟ إن أمينة عيلة صغيرة ولا على أساس إن أنا عندي مساحة أقدر أتدخل في حياتها الشخصية؟ على أساس إنك أنت الدكتور المعالج ليها، وعارف كويس قوي إن الراجل ده مش عايز يتعالج أساساً. هيخاف على علاجها هي؟ ده طول النهار سهر، خروج، بتتعب. أنت نفسك قلت إن الموضوع دوت ممكن يتعبها أكتر. بالعكس أنا شايف إن حالتها النفسية بقت أحسن وإن المناعة عندها بقت كويسة.
وبعدين هي واخده بالها من صحتها، وانت نفسك قلتي لي انها لما بتتعب تروح تقعد في البيت. يبقى ده معناه انك انت مش شايف ان في اي حاجه غلط. انا كدكتور لو شايف في اي حاجه غلط كنت اول واحده اتكلم معاها. وبعدين انت ناسيه الظروف الصعبه اللي هي معديه منها، فسخ الخطوبه، الكيماوي بتعبه. وبعدين يا دادي اذا كان الموضوع ده مريحها المفروض ان احنا نشجعها عليه مش نقف ضدها. لما تبقى كويسه تبقى تعمل اللي هي عايزاه، انما دلوقتي واضح ان السكينه سرقاها. هرجع تاني واقول لك ان امينه مش عياله صغيره، ولو الكلام اللي انت بتقوليه ده حقيقي وان ده واجعها خليها هي تتعامل مع وجعها بالطريقه اللي تريحها. ايوه بس لو ده كان غلط. ما تقلقيش يا نادي، ما هياش هتتجوز في يوم وليله. اذا كان خطيبها الاولاني طلع نجل وسابها في اول فرصه، خلاص بقى ما نلومهاش لما تروح تتجوز واحد تاني. خلاص جوزتيها. على كل حال لو ده حصل مش مشكله، ما هوش اخو خطيبها. اه بس انت ما كنتش خطيبي. لا احنا كنا اكتر من كده يا ناديه، احنا كنا بنحب بعض. كان في ظروف اه، تأناني زي ما انت بتقولي عليا، وما فكرتش غير في نفسي وسافرت عشان اكمل دراستي. لكن بقى انك انت تتجوزي اخويا اسميه ايه ده؟